السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم إن شاء الله راح نرسم لكم عصفور ريتا القصي، يعني الكنار حق ريتا القصي كوكو. وهذا حنستخدم هذه الألوان، هذه ألوان يعني في بعض الناس يقولوا لها شمعية، وإحنا نقول لها هنا أويل باستيل، يعني ألوان زيتية. هي زيتية شمعية، يعني هي الأويل اللي مخلوطة أوريدي جاهزة. هستخدم فقط هذه الألوان عشان أرسم الكنار إن شاء الله. يلا نروح كده نشوف مع بعض كيف راح نطلع في النهاية، يعني من يعرف نطلع بإيه في النهاية، يطلعنا بكنار يطلعنا بحمامة، نشوف إيش حيطلع معنا. Thank you.
Thank you.
رسمتنا نالت على إعجابكم. هنا كوكو الكنار تبع ريتا وقصاي أقصد، وهنا الكنار فوق. طبعا هو زعلان مني، رايح فوق متسوس ما بده، عشان حطيت له البانيو حقه عشان يستحمى. يلا نشوفكم على خير في رسمة جديدة. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب.